أدت التعبئة الواسعة النطاق على الشبكات الاجتماعية في المغرب بعد توقيف مراهقين نشروا صور اثنين منهم يتبادلان القبل إلى اضطراب مجتمع محافظ دينياً بأغلبه بحسب خبراء. فقد تجمع العشرات في الرباط للقيام بقبلة رمزية، وذلك دعماً لقضية المراهقين. عندنا دي بوات، عندنا دي بوب، عندنا كل شيء كيمارس علاقات جنسية من غير الزواج، وكنبغيو نحفظوا واحد الصورة اللي هي غلطة. والأخطر من هذا الشيء أن لا جونس، الشباب اللي خاص يكونوا متحرين ويبدعوا ويديروا دائما مقموعين، حيث خاصنا نتبع واحد الموديل اللي هو موديل تقليدي. ويعاقب القانون الجزائي المغربي بالسجن 2 إلى 5 كل خدش للحياء، سواء كان تاماً أو محاولة بلا عنف، يطبق على شخص قاصر دون سن 18. ويشير المدافعون عن الحريات العامة وأغلبهم من العلمانيين الناشطين على الشبكات الاجتماعية إلى انقسام المجتمع بين المحافظة الدينية والوزن المتزايد لوسائل الاتصال عبر الإنترنت.